Greetings. تحياتنا. تم العثور مؤخرا على فيروس جدري القرود البشري في العديد من البلدان التي لا تبلغ عادة عن الفيروس، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا. بالنسبة لمعظم الناس في فيرمونت، فإن خطر الإصابة بفيروس جدري القرود البشري منخفض جدا. نواصل معرفة المزيد عن هذا التفشي الحالي، لكننا نريد التأكد من حصولك على الحقائق الهامة. على عكس الفيروس الذي يسبب الكوفيد 19 والذي ينتشر بشكل أساسي عن طريق الهواء، ينتشر فيروس جدري القرود البشري بشكل أساسي من خلال الاتصال الوثيق والشخصي، وغالبا ما يكون عن طريق الجلد. ينتشر جدري القرود في البشر بشكل رئيسي من خلال الاتصال المباشر مع سوائل الجسم أو من الطفح الجلدي لشخص مصاب. على سبيل المثال، أثناء ممارسة الجنس أو التقبيل أو الحضن دون ارتداء ملابس كاملة. من الممكن أيضاً الإصابة بالفيروس من خلال الاتصال وجهاً لوجه لفترة طويلة من الزمن، أو من خلال مشاركة عناصر مثل الملابس أو المناشف أو ملايات السرير التي يستخدمها شخص مصاب. يمكن أن يجعلك فيروس جدري القرود البشرية مريضاً. أكثر الأعراض شيوعاً هو الطفح الجلدي الذي يمكنه أن يشبه البثور أو القروح. قد تصاب أيضاً بالحمى والقشعريرة وألام العضلات وألام الظهر والصداع والشعور بالإرهاق قبل الإصابة بالطفح الجلدي. يتحسن معظم الناس في غضون 2-4 أسابيع دون علاج طبي، لكن الطفح الجلدي يمكن أن يكون مؤلماً جداً. إذا لاحظت أعراضاً أو تعتقد أنك قد تعرضت للإصابة، فتجنب الاتصال بالأشخاص أو أي حيوانات، واتصل بطبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.